تخيل انا هوريك رسمه للاعصاب الشوكيه والاعصاب المخيه رغم ان هي مش موجوده في الكتاب. هذا العصب الاعصاب الشوكيه، طبعا الاعصاب الشوكيه من كلمه الشوكيه يعني موجوده في الحبل الشوكي خارجه من الحبل الشوكي، وطبعا حضرتك عارف ان الحبل الشوكي ده من الجهاز العصبي المركزي ولا الطرفي؟ جميل، من الجهاز العصبي المركزي. تمام، الاعصاب الشوكيه موجود عندك في الكتاب. الحبل الشوكي يخرج منه او في اعصاب شوكيه عددها 31 عصب شوكي. 31 عصب شوكي، حضرتك بقى هتزود وتقول 31 زوج، خلي بالك هما مش 31 فقط، هما 31 زوج من الاعصاب الشوكيه. ده شكل الاعصاب الشوكيه، 31 زوج، 31 زوج. تمام، طيب ده رسمة الأعصاب المخية. الأعصاب المخية ده طبعا المخ خارج منه الأعصاب المخية. كم عصب مخي يا أستاذ في الدماغ؟ موجود في كتاب 12 عصب مخي. لا، 12 زوج من الأعصاب المخية. من فضلك عايزك تزود كلمة زوج في الكتاب. 31 زوج أعصاب شوكية تكتب زوج، و 12 زوج عصب مخي تكتب زوج بعد إذنك، عشان لو جت في الامتحان الأعصاب المخية نقط زوج، أو الأعصاب المخية نقط، هتكتب إيه؟ موجود عندك في الاختيارات 12 زوج أو 4 أو مثلا وليكن 30، هتقول لي 12 زوج، 12 زوج، خلي بالك. تمام، أنا نبهت أهو. تمام، يبقى أنا عندي الأعصاب، نلخص بقى الأعصاب، عندي الأعصاب مخية 12 زوج، عندي أعصاب شوكية 31 زوج، وعرفت إن العصب هو مجموعة أو حزمة من المحاور العصبية. تمام، أنا لخصت لكم العصب وأنواع العصب. حضرتك هتكتب التلخيص، العصب حزمة من المحاور العصبية. معظم الأعصاب تكون مختلطة، بمعنى أنها تحتوي على أعصاب حسية وحركية، مثل الأعصاب المخية 12 زوج، بأكد هو زوج، 2 الأعصاب الشوكية 31 زوج. يبقى كده أول ناتج من نواتج التعلم خلصنا، اللي هو أن يصف الطالب العصب وأن